الألوان لها هيبتها، خاصة لما تكون مستوحاة من أجمل الأماكن الطبيعية. واليوم الميك اب اللي بسويه راح ياخذنا لجبال طويق. أنا روان وأنتم تشاهدون سعودي فونديشن. حافة العالم جزء من سلسلة جبال طويق اللي تمتد لمسافة حوالي 800 كيلومتر. يعتبر هذا المكان من أهم الوجهات السياحية اللي تبرز جمال طبيعة المملكة العربية السعودية. ليش سموها حافة العالم؟ لأن المنحدر الصخري الشاهق يطل على صحراء شاسعة ووادي عميق يبدو كأنه ما لا نهاية. ومن ألوان حافة العالم عند المغيب بسوحي لك اليوم. اليوم اللوك اللي راح نسويه راح يكون تدرجات مغيب الشمس، يعني راح نختار الألوان الأصفر الأورانج. صيفي راح يكون بس على الغروب، فراح نبدأ أول شيء بالعين. فدايما إذا راح نحط الألوان الفاتحة نحاول إن نوحد لون الجفن وكمان نخلي اللون فاتح شوي. نبدأ ندمجه، نحط على الجفن المتحرك شوي كونسيلر أفتح لأن اللون راح يكون مرة فاتح، فراح نختار كونسيلر أفتح شوي. ثبت بطريقة جدا خفيفة، ما نبغى يصير مات مرة عشان تبرز الألوان أكثر. راح نبدأ البيسك لون خفيف لحمي. نبدأ بالتدريج نضيف اللون الأورانج بهذه الطريقة. كل ما دخلنا اللون على جوا كل ما غيرنا تدرجات اللون. الحين بدينا شوي شوي ندخل الأصفر على جوا، نبدأ ندمجهم مع بعض. لو تلاحظون عيون الموديل غايرة نوعا ما، فعندها الجفن المتحرك داخل على جوا، فنحاول نراعي هذا الشيء ونبدأ نحط الألوان الفاتحة. كل ما قربنا العين على جوا نحط لون أفتح من الأطراف، فرح أدخل شوي اللون الأبيض من الزاوية. نحط الكحل الأصفر جوا العين ولكن وصل عند النصف فقط، وين بؤبؤة العين بالضبط هنا نوقف. رح نرجع نحط كحل أورنج على العين من تحت هذه الطريقة ونمدها على فوق. الآن بعد ما حطينا ألوان الآي شادو راح نعزز الألوان في الطرف ونحاول نخلي فيها غروب شوي. طبعاً هذا النوع من الميك اب للتصوير فقط. بعد ما حطينا الآي شادو الآن راح نعزز اللون من هذه الجهة كاملة وراح نسوي تدرجات الغروب. شوي شوي نغمق اللون بهذه الطريقة. راح نستغل التدرجات شوي شوي، راح نضيفها كبلاشر. الآن راح نضيف لها الماسكارا، ما تحتاج رموش لأنه أوريدي نبغاها طبيعية. آخر شيء راح نضيف الروج وراح نخليها ماتشي مع الألوان اللي فوق أو ألوان الغروب، فراح نخلي اللون شوي على أورنج، نود على أورنج. وبكذا نثبت الميك اب، وأهم خطوة تثبيت الميك اب. كذا خلصنا اللوك المستوحى من جبل طويق. يا رب عجبكم ونشوفكم بحلقة ثانية. باي.